مصادر التعلم: النشاط الثالث، المكتبة الرقمية السعودية. البداية: عزيزي الطالب، يسرنا في قسم تقنيات التعليم في كلية التربية جامعة القصيم وفي هذا النشاط أن نتحدث اليوم بإذن الله عن المكتبة الرقمية السعودية. بالطبع تعرفها وتعرف أنها مكتبة علمية تعنى بإتاحة مصادر المعلومات بمختلف أشكالها لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب في الجامعات السعودية ومؤسسات التعليم العالي ومنسوبي وزارة التعليم. تحوي هذه المكتبة المعلومات بكافة أشكالها المقروءة والمسموعة والمرئية، وتوفر المكتبة قواعد المعلومات العربية والدولية والرسائل الجامعية والمجلات السعودية، كما توفر المكتبة الوصول لقواعد المعلومات العربية حيث يمكنك الوصول إليها عن طريق النقر على خيار مصادر المعرفة العربية لتظهر لك قائمة قواعد المعرفة العربية مثل دار المنظومة وآسك زاد والجامع ويب والمجموعة العربية على الإنترنت وغيرها الكثير، كما تتيح أيضاً الوصول إلى أكبر قواعد المعلومات الدولية ويمكنك الوصول إليها من الصفحة الرئيسية عن طريق النقر على خيار مصادر المعرفة الأجنبية لتظهر لك قائمة قواعد المعرفة الأجنبية. هذا بالإضافة إلى الرسائل العلمية الجامعية المختلفة والتي يمكنك استعراضها عن طريق النقر على خيار الرسائل الجامعية من الصفحة الرئيسية لتظهر لك قائمة بالرسائل العلمية المتاحة في المكتبة، كما تتيح المكتبة أيضاً المجلات العلمية السعودية المتعددة والتي يمكن استعراضها عن طريق النقر على خيار المجلات العلمية السعودية من الصفحة الرئيسية لتظهر لك قائمة بالرسائل العلمية المتاحة في المكتبة والتي يفهرس بعضها دولياً تحت ISI Scopus، ويمكن تصنيف المكتبة الرقمية السعودية في أرقام حتى الآن، حيث توفر 95,000 من المجلات العلمية، 250,000 من الكتب الرقمية، 80,000 من الوسائط المتعددة المختلفة، فضلاً عن 6,000,000 رسائل علمية. كما توفر المكتبة عدداً من الدورات التدريبية في مجالات مختلفة، ويمكنك استعراض كافة الدورات التدريبية من خلال النقر على خيار الدورات التدريبية من الصفحة الرئيسية لتنتقل إلى صفحة الدورات التدريبية، والتي من خلالها يمكنك التسجيل في العديد من الدورات المتاحة من خلال المكتبة الرقمية السعودية أو استعراض الأرشيف التدريبي من خلال النقر على خيار الصفحة الرئيسية الذي يظهر أعلى صفحة الدورات التدريبية. في النهاية عزيزي الطالب، نضع بين يديك تعريفاً عن هذه المكتبة الرقمية الثرية والتي تمثل أحد أهم مصادر التعلم التي يمكن أن تستفيد منها في تخصصك الأكاديمي.